قم بضرب ناقص 4x تربيع بكل عبارة 3x تربيع زائد 25x ناقص 7. إذا كنت تضرب أي شيء بعبارة كاملة فإنك بهذا تستخدم خاصية التوزيع لتضرب كل حد من هذه العبارة بناقص 4x تربيع، ويكون علينا أن نوزع هذه الناقص 4x تربيع على كل حد من العبارة. إذن أولا يمكننا أن نبدأ بناقص 4x تربيع ضرب 3x تربيع، إذن يمكننا أن نكتب ذلك. لدينا ناقص 4x تربيع ضرب 3x تربيع، وسوف نضيف إلى هذا ناقص 4x تربيع ضرب 25x، وسوف نضيف إلى ذلك ناقص 4x تربيع ضرب ناقص 7. إذن دعونا نبسطها قليلا. الآن يمكننا أن نقلب الترتيب بكل وضوح. إننا نضرب ناقص 4 ضرب x تربيع ضرب 3 ضرب x تربيع، وفي الواقع سوف أقوم بعمل كل خطوة، ويمكنكم أن تقوموا ببعض هذه الخطوات ذهنيا. هذا يعادل ناقص 4 ضرب 3 ضرب x تربيع ضرب x تربيع، وكم يساوي هذا؟ حسنا، ناقص 4 ضرب 3 يساوي ناقص 12، و x تربيع ضرب x تربيع بما أن لديهما نفس الأساس سيكون بإمكاننا أن نضرب، وهذا يساوي x للقوة 4، إذن هذا يساوي ناقص 12 x للقوة 4. الآن دعونا نفكر بهذه العبارة هنا. هذه العبارة إنها تعادل، وبالطبع أن لدينا هذه الزائد هنا، ثم إن هذا الجزء يعادل 25 ضرب ناقص 4 ضرب x تربيع ضرب x. إذن دعونا نضرب الأعداد هنا. إن هذه هي المعاملات، 25 ضرب ناقص 4 تساوي ناقص 100، إذن سيكون سالب 100. ومن ثم لدينا x تربيع ضرب x، أو x للقوة 2 ضرب x للقوة 1. لدينا نفس الأساس فيمكننا أن نجمع الأسس، 2 زائد 1 تساوي 3، إذن هذا يساوي ناقص 100x تكعيب. ومن ثم دعونا ننظر إلى هذه العبارة الأخيرة هنا. لدينا ناقص 4x تربيع، وهذه تصبح زائد بما أن هذه موجبة. لدينا ناقص 4، يمكننا أن نضرب ذلك بناقص 7، ومن ثم نضرب ذلك بx تربيع. إنني أقوم بتغيير الترتيب بما أننا نضرب. ناقص 4 ضرب ناقص 7 تساوي موجب 28، ومن ثم سوف أضرب ذلك بx تربيع ضرب x تربيع، ولا يوجد أي تبسيط يمكن أن أقوم به، لا توجد عبارات متشابهة، هذه قوى مختلفة للx، إذن انتهينا.